ثم وخذوها في هذا الزمن واضح. وأعطيكم ما وقع في الزمن الماضي، لن يستفيد من الخوارج فيما يصنعونه إلا الرافضة، لتعلم أن الرافضة ما خرجت إلا بعد خروج الخوارج. لما خرجوا على عثمان خرجت الرافضة، وعبر التاريخ اقرأ وستجد أن المستفيد الأول كما هو واضح في هذا العصر، أن المستفيد الأول من الخوارج هم الرافضة، شاءوا أم لم يشاءوا، اعترفوا أم لم يعترفوا.